فاكرين حضراتكم يمكن في سنوات قليلة فاتت ما كانش فكرة إنشاء تطبيق للأجهزة التليفون المحمول، ما كانتش حاجة سهلة، ما كانش فيه أدوات أو برامج تقنية سهلة تقدر تعمل التطبيق ده، ولو عملت التطبيق ده ممكن ما يبقاش حاجة كمان ذات موثوقية، يعني بياخد نسخة الموقع بتاعك، لو أنت عندك شركة عامل موقع يعمل لك منه نسخة كده على الموبايل وخلاص، ما بقتش حاجة قوية، ما كانتش حاجة قوية خلينا نقول. لكن دلوقتي بقى فيه أدوات قوية تقدر من خلالها تنشئ تطبيق لشركتك أو للبزنس بتاعك بكل سهولة وبساطة كمان، حتى لو أنت ما عندكش خبرة برمجية أو فاهم كويس قوي في التكنولوجيا، ده هيخليك عندك تطبيق، التطبيق ده موثوق يقدر يساعدك إن أنت تنقل شغلك لمستوى تاني يتناسب طبعا مع التطور التقني الكبير اللي حاصل في أيامنا في الوقت اللي احنا عايشين فيه. على كل حال تعالوا نشوف الإنفوجراف اللي هيقول لنا إيه البرامج اللي نقدر نستخدمها عشان ننشئ تطبيقات بسهولة، ونرجع مرة تانية. زي ما شفتوا حضراتكم دي تطبيقات سهلة طبعا بشكل كبير جدا انك تقدر تنشئ من خلالها تطبيقات للهاتف المحمول. بعض التطبيقات دي مجاني، بعضها بفلوس، ولكن بفلوس قليلة، يعني لا تساوي ابدا انك تروح لشركة تقول لهم انا عايز اعمل تطبيق للتليفون المحمول. طبعا كل ما زاد تعقيد التطبيق اللي انت عايز تعمله، كل ما اتجهت انك تعمل حاجة كاستمايزد او تروح لشركة عندها خبرة او لمبرمج مثلا. لكن لو انت عايز تعمل حاجة سريعة وخفيفة تساعدك بس انك التطبيق او ان البيزنس بتاعك يتطور، فالحلول دي حلول جيدة جدا.